بالنسبه لعوده الجياش اظن انه الامر كيحتمل جوج احتمالات. اذا كان المشكل وقع بين زياش والجامعه لا اظن ان زياش غادي يرجع، ولكن اذا كان المشكل بين زياش ووحيد فاظن ان العوده ديال زياش غتكون مؤكده 100%. هذا القرار هذا غادي يعجب زياش لانه هو كان خلاف بينه وبين المدرب، ودابا كنظن ملي غايجي مدرب جديد غادي يحاولوا يكون في التشكيله ديال المنتخب، يعني داكشي كنظن. وانا صراحه ما متفقش مع القرار، لان ديجا في كاس العالم 2018 فاش كان المدرب هيرفي رونار فاش طلع معهم كاس العالم، يعني خصو هو اللي طلعهم يبقى معهم في مستمر في ديك المشاركه. وهذا القرار هذا ما عجبنيش، لان هو دار مجهود حتى طلع المنتخب لكاس العالم، يعني خصو يكمل يلعب معهم ديك على الاقل ثلاثه المباريات، حيتاش غالبا المغرب ما غاديش يتاهل. بالنسبه للزياش الى عيط للزياش ضروري تكون اضافه مزيانه، هو واخا هكاك كاينين اللعابه اللي غادي يكونوا احسن بلاصه زياش. تنظن انايا صعيب بالنسبه لشي مدرب جديد دابا ما يقدرش يعول عليه، حيت ما كيدخلش حتى المدرب توخيل ما كيدخلوش يلعب، كيدخلوا في الدقائق الاخرى. المهم هو مزيان يعيط ليه المدرب فهمتي، تيبقى فرقه رابحه فهمتي، دخلوا حتى هو في الميطه الثانيه على حسب. كاينين لعابه بزاف فهمتي، ما كيعيطوش ليهم حتى هما خصهم يكونوا، وبغينا يعيطوا على لاعبين اخرين اللي تيتالقوا في الفرق ديالهم بحال الزلزولي. القرار اللي اتخذه الجامعه بخصوص اقاله المدرب وحيد كنظن بانه قرار واخا جا متاخر شويه ولكن في صالح المنتخب الوطني المغربي. هادشي ربما سبب التاخر راجع ربما للمفاوضات اللي كانت بين وحيد والقجاع. القرار اللي خداته الجامعه معطل شويه فهمتي، حيتاش بنادم كان كيتسنى يجريو على واحد الهليل وزيتش، راه بنادم ما عارف حيتاش لعب والو، التكتيك ديالو كل ماتش يبدلها، زيد عليها اللعابه العشوائيين تيعيط على شي لعابه كاع ما تيلعبو في فرقتهم ما كاينينش. القرار الاخير اللي اتخذته الجامعه الملكيه هو قرار جامعه طل، لحقاش دابا شهر 8 كاس العالم بقى ليه 3 شهور، هو اصلا المغرب الهدف ديالهم هو يتاهلوا كاس العالم. كنظن انا بلي المدرب بحال اللي زيد راه حقق معهم الهدف باش يتاهلوا كاس العالم، وما عرفتش القرار هذا ما عجبنيش، حيتاش حتى فاش طلعت الاحصائيات ديال المغرب تلقى الهزايم ديالهم في الفتره ديال حالي زيد كانوا قلال، ميم با ثلاثه ديال الهزايم. تعيين المدرب او الناخب الوطني الجديد الامور او جميع الاراء كتفق على اختيار وليد الكراكي. بالنسبه انا كرايي راي متواضع او راي شخصي انه التعاقد مع وليد الكراكي خصو يكون على اساس اهداف متعلقه بالكان ديال 23. لا يعقل انه الجامعه غادي تسد المهمه ديال تدريب المنتخب الوطني لوليد الكراكي وطلب منه انه يتاهل للدور الثاني من كاس العالم. هذا راه ما يمكنش، راه باقي لنا على 99 يوم تقريبا على كاس العالم، والكراكي باقي ما تلقى مع اللعابه، باقي ما هدف حتي لما الكراكي هو اللي خدم المنتخب الوطني المغربي. اذا التعاقد مع وليد يجب ان يكون له اهداف متعلقه بالكان ديال 23 غيكون في كوت ديفوار. وكنتمنوا للكراكي ان شاء الله حظ موفق في حال ما اذا تم اختياره كناخب وطني ان شاء الله. شهر 8 غالبا عنده شهرين غيلعبوا شي ثلاثه المباريات ديال الاستعداد لكاس العالم، ما غاديش يكونوا كافيين، ولكن غالبا المغرب ما نعولوش على شي نتيجه، يعني غالبا غادي يخسر مباريات بثلاثه، هذا الشيء اللي كنظن انا. ممكن المباراه مع كندا تكون شويه سهله، ولكن لاحظنا الماتش الاخير اللي لعبوا مع امريكان راه نازموا باربعه وقيله، يعني جميع المنتخبات دابا ولات قاسيه، هذا الشيء اللي كنظن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.